وآخر ربي يزيدنا علما. أعزائي المشاهدين، برحب بيكم معنا وحلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيف حلقة اليوم. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، والنهارده في حلقتنا هنتكلم عن آداب المجالس. بيسعدنا ان احنا يكون معانا الحديث عن هذا الموضوع الشيخ عبد القوي حسني حسن، امام وخطيب ومدرس بوزارة الاوقاف بأسوان. اهلا بك معانا شيخ عبد القوي. اهلا وسهلا برضه بالساده المشاهدين. شيخ عبد القوي، اتكلمنا عامه بقى عن نقول الرسول عليه الصلاه والسلام حث على اختيار الجليس او آداب المجالس. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، أبلغ العروبة بيانا ومنطقا وأفصحهم لسانا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي، كان عفوك أعظم، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك ما يقوى بإبليس عابد، وكيف وقد أغوى صفيك آدم. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، إن اختيار الجليس من الأمور المهمة، لأن الإنسان يتطبع بمن يجالسه، النفس تميل لجنسها، تميل لمن يشبهها. لذلك ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصاحب، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مجالسة الناس تنزل على النفس مشابهة لهذا المجالس. الإنسان لما بيجلس مع أحد يتكلم معه، يقضي أوقاتا معه، بيتطبع بطبعه، لذلك بيكتسب منه، بيكتسب منه. لذلك قالوا في المثال: الصاحب ساحب، يعني بيسحب صاحبه إلى مثل حاله. فإذا جالس الإنسان الصالحين كان صالحا مثلهم، وإذا جالس الفاسقين كان فاسقا مثلهم. و هنا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها بليغا عجيبا في مجالسة الصالحين ومجالسة أهل السوء، فيقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء، ما مثلهم يا رسول الله؟ يقول: كحامل المسك ونافخ الكير، كأن تجلس عند محل عطور وروائح طيبة. ما هي الاحتمالات الواردة التي قد تحدث في أثناء جلوسك مع هذا البائع العطور أو بائع المسك؟ إما أن يحذيك، يعني يحذيك يعني يعطيك، يهديك، يديك على سبيل الهدية، وإما أن تبتع منه، أي تشتري منه عطورا أو روائح طيبة. والحالة الثالثة: لو لم تشتري ولو لم يهديك ستجد منه ريحا طيبة، يكفي فقط جلوسك في المكان أنك ستجد ريحا طيبة تتنفسها. وهذا كمثل الجليس الصالح، إما أن يدلك على أمر يفيدك في آخرتك، يعلمك معلومة دينية، يذكرك بالله عز وجل، يعظك، يأمرك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها ذخر وخير يدخره الإنسان لآخرته. أو أن يفيده في أمر من أمور الدنيا، يعطيه، يهديه هدية من أمور الدنيا، يدله على عمل يصلح به معاشه ودنياه. وإن لم يجد ذلك ولا هذا، فلا أقل من أنه لن يجد منه أذى أو ضرر. طالما هو جالس مع الجليس الصالح، لن يقع في الغيبة، لن يقع في النميمة، لن يقع في الكلام الفاحش البذيء، لن يقع في قذف المحصنات. هذا كله جانب الخير في الجليس الصالح. ثم شبه لنا الجليس السوء فقال: كنافخ الكير. نافخ الكير، هذا الكير أداة كانوا ينفخون فيها لكي يعني يستعملوه في لحام الحديد، بيستعمله الحداد. الآن طبعا أصبحت آلات متطورة، زمان كان ينفخ في الحديد نفخا حتى يعني يخرج النار ويتعامل في شغل الحدادة. جلوسك عند مثل هذا، إما أن يتطاير الشرر فيحرق الثياب، تجد الثياب محروقة، يعني يجعل فيها شيء من الأذى،
أو على أقل شيء تجد منه ريحا خبيثة، رائحة الحديد وهي تصهر رائحة خبيثة. وهكذا جليس السوء، إما أنه سيتكلم بالغيبة أو النميمة أو الكذب، سيضرك في أمور الدين، أو أنه سيضرك في أمور الدنيا، يعطل عنك مصلحة من مصالح الدنيا، أو على أقل تقدير فجلوسك معه إهدار للوقت الذي قد تستفيد منه في بشكل آخر في ذكر الله عز وجل، أو في الانتفاع في أمر دنيوي أو أخروي. فلذلك لابد للعاقل الحصيف أن يتخير من يجالسه. لذلك سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: أحب الصالحين ولست منهم، أحب الصالحين ولست منهم. أنا بحب أقعد مع الصالحين حتى لو أنني لا أعتبر نفسي صالحا، أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. يعني ولو لم أكن من الصالحين أحب مجالستهم، ولو لم أكن ولو أنني من أصحاب المعاصي أو أصحاب الذنوب أكره مجالستهم لئلا أزداد سوءا على ما أنا فيه. هذا كان قول الإمام الشافعي معذرة. فرد عليه الإمام أحمد رضي الله عنه فقال: تحب الصالحين وأنت منهم ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة. فأهم نعم، حاجة اختيار بالضبط، الجليس اختيار أو الكلام. الجليس يطبع على صاحبه، يطبع على مجالسه، يتأثر به، يكون في مثل حاله. طب دي البداية، نقول اختيار الجليس. لو اتكلمنا بقى عن آداب المجالس عامة، طيب احنا كده عملنا الخطوة الأولى في نختار أننا اخترنا الجليس الجليس الصالح. الصالح. طيب جلسنا مع الصالحين، لابد أن نتأدب بآداب هذه المجالس. سبحان الله، الإسلام دين شامل عام، ضبط لنا كل شيء، ضبط لنا الأكل، وضبط لنا الشراب، وضبط لنا المشي، وضبط لنا الجلوس، حتى المجالس كلها مضبوطة بضوابط الشريعة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا المجلس أن يبدأ بالسلام. دي أول هذا أول أدب من آداب المجالس. إذا دخلت مجلسا في أي مكان فلا بد أن تبدأ برد السلام. السلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فبمجرد الدخول لا بد أن يبدأ بالسلام، يسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: يسلم القائم على القاعد، اللي جاي داخل يسلم يسلم على عليه. الجالس، هذا حقه. والسلام سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، مؤكد. ورد السلام فريضة كفاية، فرض كفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الجالسين. لو في مجموعة جالسة وواحد رد السلام خلاص أدى الفرض عن الباقي. بقية. وإذا سكتوا جميعا أثموا جميعا، محدش فيهم رد السلام وكلهم سكتوا كلهم يأثمون. فإذا أول آداب من آداب المجالس، أول أدب من آداب المجالس أن يسلم الإنسان إذا دخل مجلسا. ثانيا، الأدب الثاني أن يجلس حيث ينتهي به المقام، لا يزاحم، لا يتخطى الرقاب في المجلس حتى يجلس في صدره، يعني في الأمام أو في المنتصف، وإنما يجلس حيث ينتهي به المقام. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه ويقعد مكانه. ما ينفعش واحد لأجل مكانته أو منصبه أو قدرته أو سلطانه أن يقيم أحدا من الجالسين ويجلس مكانه، لما في هذا يعني من حزنه وإدخال الأذى على قلبه وإحراجه بين الناس. والإسلام دين يهتم بخواطر الناس وبقلوبهم. فلذلك من آداب المجالس إذا دخل الإنسان إلى مجلس من المجالس أن ينتهي أن يجلس حيث ينتهي به المقام. كذلك من آداب المجالس حفظ أسرار المجلس. إذا جلست مجلسا فاعلم أنك مؤتمن، لا يجوز أن تنقل ما يدور في هذا المجلس إلى خارجه إلا بإذن أصحاب المجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تكلم أحدكم بكلام ثم التفت فهي أمانة. يعني لو واحد بيتكلم مع التاني ويريد أن لا يسمعه أحد، يبقى إيه؟ أنا بأحملك أمانة، حتى لو لم يقل لهم إن هذا الكلام سر أو أمانة، لا يجوز لك أن تنقلها. بمجرد فقط إنه بيتلفت حوله بيبص في حد سمعه ولا لأ، يبقى كده هو يقصد أنه يؤمنه أمانة أو يكلمه في سر. فيجب عليه حفظ الأمانة، وإنما المجالس
بالأمانة، المجلس أمانة، إذا قام أحدكم من المجلس لا يجوز له أن ينقل الأسرار أو أن ينقل الكلام. فكذلك قلنا إن من أداب المجالس حفظ الأسرار، لابد إذا دخل أحدنا إلى مجلس وتكلم بكلام أن يعلم أن هذا الكلام سر، لا يجوز له أن يخرج إلا بإذن المتكلم، إذا أذن له يعني فلا بأس أن يتكلم بذلك. كذلك من أداب المجالس التوسيع للداخل، يعني إذا كان هناك مجموعة جالسين وجاء رجل، من الأدب أن يوسعوا له، يفسحوا له. قال ربنا في محكم كتابه في سورة المجادلة أو المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. فالتوسعة في المجلس هذا من أدب الكرام، وقد يتكبر بعض الناس في هذا الأمر، يظن أنه أحق بهذا المجلس وأن القادم ده يشوف مكان ثاني غيره. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني سيد ولد آدم وسيد البشر كان يفسح المكان ويجلس الناس بجانبه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من آداب المجالس أن يتخير الإنسان الكلام الذي يقوله، لا يكون إمعه، يجلس في مكان يعصى فيه الله عز وجل، ينتهك فيه من حرمة الإسلام والمسلمين، ثم هو يجلس إمعه لا يدافع ولا ينهى، ثم يقول: لم أكن أتكلم معهم. أنا ما تكلمتش معهم، لكنك سمعت وصمت واخترت أن تكون في هذا المجلس وأكثرت سواد هؤلاء الذين يتجرؤون على الله عز وجل أو يعصونه سبحانه وتعالى، فأنت تتحمل من الوزر والإثم مثلهم. في الحالة دي يرد، يا إما أن يرد أو يترك. إما أن يرد عليهم كلامهم أو أن يترك المجلس ويغادر، لا يجلس يستمع إلى السخرية من الإسلام أو السخرية من القرآن الكريم أو الانتقاص من النبي صلى الله عليه وسلم أو الكلام يعني بالغيبة والنميمة. المجالس الآن أصبحت وللأسف مكتظة بالغيبة والنميمة، يعني كل لا يخلو مجلس إلا من غيبة أو نميمة، يتكلمون عن هذا وعن هذا. فالإنسان إما أن يرد هذه الإساءة أو هذه المعصية أو أن يسكت أو أن يقوم ويترك المجلس ولا يجلس فيه كأنه إمعة. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما تسمعوا آيات الله عز وجل يكفر بها ويستهزأ بها لا تقعد معهم في هذا المجلس، لأنه مجلس مشؤوم مذموم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. هذا هو الشاهد، هذا هو بيت القصيد. إنكم إذن بسكوتكم ورضاكم عن هذه المعصية التي ترتكب في هذا المجلس مثل الذي يعصي هذه المعصية، وليس سكوتك يعني يبرئ ساحتك أو يجعلك لا إثم عليك. أخيرا من آداب المجالس إذا قام الإنسان أن يدعو دعاء كفارة المجلس، لأن كما قلنا مهما حاول واجتهد إنه يجعل مجلسه نظيفا لا ذنب فيه ولا معصية لابد أن يقع في بعض الذنوب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا دعاء أن نقوله إذا قمنا من المجالس، هذا الدعاء اسمه دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذا قال الإنسان هذا الدعاء في أثناء قيامه وانصرافه من المجلس يغفر له ما سبق في المجلس، والله أعلم. شيخ عبد الأوس، اسمح لنا نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا مع حضرتك. مشاهدينا نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل حديثنا مع الشيخ عبد الأوس حسني، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف بأسوان. حي الحسان الخيران، حي الحسان الخيرات، حي العقول النيرات، حي الأنوثة في جناد المؤمنات العاقلات الداعيات إلى العلا الواثبات النهضات. ورجع
رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وبنكمل حديثنا حول آداب المجالس مع الشيخ عبد القوي حسني حسن، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف بأسوان. أهلا بك معنا مرة ثانية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بالمشاهد المشاهدين. شيخ عبد القوي، ممكن في الأول اتكلمنا عن آداب المجلس وأول حاجة اختيار الجليس الصالح. لو اتكلمنا بقى عن اختيار مكان المجلس. طبعا يعني ونحن لازلنا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله رحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن وراه. ثم أما بعد، إحنا لازلنا بنتكلم في أداب المجالس. قلنا أول حاجة نختار الجليس الصالح، اخترنا جليسا صالحا وجلسنا معه، نتأدب بأداب المجالس، وقد ذكرنا بعضها، وأداب المجالس كثيرة للحقيقة، يعني هي أكثر مما ذكرنا ولكن هذا بعضها. ثم بعد ذلك اختيار مكان المجلس. المكان الذي نجلس فيه لابد أن يكون مكانا مناسبا لا يقتحم خصوصية أحد من الناس، لا يعكر صفو أحد من الناس، مما انتشر في بلادنا يعني جلوس النساء بالأخص والشباب في هذه الفترة أيضا في الطرقات، وفي هذا نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلوسك في الطرقات يسبب الأذى لجيران المكان الذين يسكنون في المكان، أنت تسبب لهم الأذى بأصواتك وكلامك وغير ذلك. ثانيا يسبب الأذى لكل من يمر في الطريق، وهذا الأذى أذى كبير، لأن الذي يمر في الطريق آلاف الناس، أعداد كبيرة، فتخيل أن كل من يمر في الطريق يرى أو يظن أن هذا الجالس ينظر إليه، بيبصله، إن كانت امرأة تظن أن الشباب ينظرون إليها، وإن كان رجلا يظن أن النساء يتكلمون عليه وغير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا عن ذلك منذ 1400 سنة، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والجلوس في الطرقات، نهي واضح وصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من أن يجلس الناس في الطرقات. فقال الصحابة يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني البيوت ضيقة، بيوتهم كانت بسيطة متواضعة، ليست مبنية ولا مرفوعة ولا غير ذلك، إنما هي يعني بقدر ما يسكنون فقط. فقالوا يعني ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، يعني هذا من الضروريات أن نجلس في الطرقات. فقال عليه الصلاة والسلام فإن كان ولا بد، يبقى إذن في الضرورة القصوى، أنت جلست في الطريق للضرورة القصوى وليس يعني للفراغ الذي أصاب كثير من الناس. الإنسان يطلع من أول ما يستيقظ في الصباح يجلس في الطريق إلى لآخر اليوم، ما في الشغل ولا يعني في فراغ، في حالة من الفراغ عند الشباب خصوصا في هذه الأيام. فقال فإن كان ولا بد، يعني لو دعتك الضرورة إلى أن تقف في الشارع أو تتكلم في الطريق فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خمس حقوق ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجلوس في الطرقات، ولو نظرنا لوجدنا أن من يجلس في الطرقات في هذه الأيام لا يؤدي هذه الحقوق. النبي صلى الله عليه وسلم قال غض البصر، إلا من رحم الله يغضون أبصارهم. أكثر الجالسين في الطرقات يجلسون في الأساس لإطلاق الأبصار، يعني هو في الأساس إن كان خاصة يعني الشباب، كما قلنا كان في الماضي الرجال والشباب لا يجلسون في الطرقات لأن معهم أعمال، الآن يعني للأسف يعني أصبح يعني في حالة من البطالة ومن الفراغ أصابت الشباب، فأصبح عندهم وقت طويل متسع لا يعرفون ما يفعلون، فيجلسون في الطريق في المقام الأول لأجل النظر إلى النساء عشان خاطر يكسروا القاعدة الأولى التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي غض البصر. ثم بعد ذلك قال ورد السلام، أيضا مسألة رد السلام أصبحت نادرة في هذا الزمن، يعني يسير الواحد منا في الطريق فيلقي السلام على الجالسين فلا ينتبه إليه ولا يرد عليه السلام، يعني هذا بيتكرر كثير. ثم بعد ذلك غض البصر وكف الأذى، لا تؤذي المارة في الطريق بقولك أو بفعلك أو بنظرتك، النظرة إلى النساء أذى، النظرة باحتقار أذى، النظرة بإعجاب أو حسد أذى، القول الألفاظ القبيحة أذى، إن أنا ومار في الطريق أسمع الألفاظ القبيحة، أسمع يعني سب الدين والعياذ بالله، أسمع الأولاد بيشتموا شتم قبيح، هذا كله من الأذى. والأذى الأكبر والذي نريد أن نتكلم عنه بصراحة شرب المخدرات الذي أصبح الآن منتشرا في الطريق، يعني زمان كان الرجل إذا أراد أن يشرب هذا القدر
يتخفى عن أعين الناس، الآن أصبح في الطريق يشربها ويؤذي المار ويؤذي الناس كلهم ولا يبالي، يعني حالة من اللامبالاة أصبحت عند الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف، جلوسك في الطرقات يجب أن يكون له فائدة، أن نفوز منه يعني بفائدة، كأن تأمر بالمعروف وجدت رجلا يقصر في الصلاة تأمره بالصلاة، وجدت رجلا يعني يسأل الناس تعطيه، وتحض الناس على طائد السائل مثلا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجدت شيء منكر تنهى عنه، لا أن تجلس وتفعل المنكر، ولا تأمر بالمعروف ولا تكف الأذى ولا تغض البصر ولا ترد السلام، فترتكب كل الموبقات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون مجلسك من أوله إلى آخره معصية لله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم، معذرة في قطع كلامك، حتى ولو لم يكن قد عصى الله في هذا المجلس، وقوفه في المكان الخطأ، الطرقات التي ليست هي مكان للمجلس، اختياره للمكان الخطأ وعدم تنفيذه للحقوق التي حثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها لنا، يجعل هذا المجلس كله معصية لله عز وجل من أوله وإلى آخره، حتى ولو لم يرتكب فيه معصية. شيخ عبد الأول، قول أخيرا نصيحة بقى للأهل كمان في تربية أبنائهم، في اختيار أصحابهم، في عدم زي ما احنا بنقول بنشوف أولاد كتير بيتلفظوا بألفاظ سيئة في الشارع. يعني نصيحة للأهل يعني وجهها من هذا المنبر، الوالدين مسؤولين عن تربية الأبناء، ليس فقط عن الإطعام، الإطعام هذا يعني رعاية ليس تربية، إنما من أصول التربية أن تنظر إلى مجالس أولادك. أنا في هذا الوقت أين يجلس ولدي؟ هذه الساعة التي قضاها أين قضاها؟ أولا هل كان جالسا مع جليس صالح أم جليس سوء؟ طيب أنا جالس مع صاحبي فلان إلا أنا أعرفه، أو البنت جالسة مع صاحبتها فلان إلا أنا أعرفها، فأنا اطمأننت للجانب الأول إن هو إيه؟ الجليس صالح بإذن الله عز وجل. طيب الكلام الذي دار هل هو فيه آداب المجالس؟ عملنا آداب المجالس اللي ذكرناها ولا لا؟ ولا قصرنا فيها؟ طيب أين المكان الذي جلسوا فيه؟ هل هو مكان أذى كما قلنا في الطرقات أو في الشارع، أو هو مكان يعني مصون ومكان محرز ومكان يعني تؤمن فيه الفتنة؟ هل ابنتي جالسة في الشارع ينظر إليها الغادي والرائح، ينظر إليها الشباب في كل مكان، ولا هي جالسة في مكان مغلق يعني يحفظها ويحفظها من أعين الناس ومن أعين الناظرين إليه؟ ولدي هل هو جالس كف الناس ببصره وبلسانه وبغير ذلك؟ فمن أصول التربية ومن لوازم التربية، وقد ذكرنا قبل ذلك يعني في حلقات سابقة لوازم التربية، من لوازم التربية أن نرى مجالس أولادنا، الأوقات التي قضاها أبناؤنا أين قضوها، ومع من قضوها، وكيف قضوها. أكيد. والله الشيخ عبد الأول في نهاية اللقاء بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا في نهاية حلقتنا نشكر الشيخ عبد القوي حسني، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف بأسوان، وبنشكركم، وإلى اللقاء وحلقة جديدة وبرنامج فقه المرأة. شكرا وإلى اللقاء.